بس يجوز الغاز الإيراني نوعية خاصة وهيك غالية يعني. غاز الفقيه غاز بي بركة، يجوز غاز مميز ونظيف ويختلف عن غاز الدنيا كلها. ما تدري يا أخي، مع الأسف إيران صارت تودينا غاز غير معالج. ماذا يترتب على كون الغاز غير مصفى؟ أريد أن أنتقل. أنا أقول لك نعم. كل التوربينات بعد فترة 3 أشهر 4 أشهر يجب أن تبدلها الأجزاء الداخلية. ما نبدلها هاي قدام الأستاذ سعدون وقدام العراقية، ما راح نبدلها. شنو رأيك؟ طبعا. لو كان الغاز غير مصفى لما عملت محطاتنا هنالك سكرابرات، أجهزة تصفية منصوبة على محطاتنا. بابا سكرابرات شنو؟ أنا أقول لك معالجات. المعالجة هو معالجة كيميائية. نعم. يعني مر الغاز في 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 معدات. هذه شغلتها تمتص الماي وتمتص H2S ثاني كبريتيد الهيدروجين، وايضا ممكن نعم ها خلي يكمل والله ارجع لك. عم شنو علاقه البروبال ولي؟ انا اقول لك شوائب. بابا انت ما عليك، عوف الرجال متخصص يسولف بنا. عوف هذا يحكي، انت خليك بالتيار كهربائي. انت رجال متحدث باسم وزارة الكهرباء، مو اختصاصك هندسة نفط يا ابويا. من هذا وزارة الكهرباء متعلمين على قطع الكهرباء، بحيث احمد موسى يجي للاستوديو ما لقى شيء قطعة قطعة سالفة الرجال. طبعا هنا الخبير النفطي دي يقول H2S ثاني كبريتيت الهيدروجين، احمد موسى يريد يقول له عادي كل العشائر على راسي. يا بدي احكي بالعشائر ده، اقول لك كبريتيد وشنو يعني؟ احنا ما عندنا بنات تروح الكلية. وهنا الغاز الإيراني طلع فعلا غاز مختلف عن غاز الدنيا كلها، غاز بي مي ويجمد وملوث. وين تلقى هيج غاز بالدنيا كلها؟ فدوى العينة مي وغاز وتحط له شكر يصير سفن. والله تشرب وتشغل كهرباء وتغني هم رجاع قلبي حين ما كفي غاز البي. هسه عرفت ليش منتظر يجي الموال؟ لأن بلد أبو رافدين الذهب مقهور. أبو رافدين حزين ووحيد، عنده غاز ويشوف الدولة تحرقه وتسحف الغاز غيره. إيه الله يساعد قلبك أبو رافدين، أحس بيك. لأن من نظرة عيونه يبين المعيوف، من يحرق بغازه ويبطي بالدخان. الله إيه اسمع اسمع اسمع، شيلوا الليل خلي الناس ترتاح، ترى قلوب التحب صارت مجازر.